الله أكبر، الله أكبر. ما تعاقب الليل والنهار وعنت الوجوه لله الواحد القهار. الله أكبر. ما تصافحت الأيادي وتقاربت القلوب واستجابت النفوس لنداء علام الغيوب. الله أكبر. ما صام الصائمون وأفطروا ورفعوا أصواتهم للذكر وكبروا. الله أكبر ولا أكبر غيره. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل بين الخلق أجمعين. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. معشر المسلمين، فنحن قد ودعنا شهر رمضان وارتحلت عنا أيامه العامرة بالطاعات والقربات، ونستقبل اليوم عيد الفطر السعيد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله طالع يمن وبركة وعز على الإسلام والمسلمين. نستقبل يوم العيد، يوم الفرح، يوم الشكر، بعد شهر من الصيام والقيام. يفرح الصائمون اليوم بتوفيق الله لهم بإكمال الصيام والقيام، ويستكملون الفرح الذي كانوا يحسونه عند كل إفطار، وسيفرحون إن شاء الله تعالى فرحة كبرى عندما يلقون ربهم ويجدون عنده ثواب صيامهم وقيامهم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وينبغي لفرحة العيد أن تعم كل البيوت، أن تشمل كل الأفراد. ينبغي إدخال السرور على المحتاجين والمحرومين والغرباء في يوم العيد. ينبغي السعي إلى إصلاح ذات البين وزيارة الأحبة والأصدقاء والجيران وتجديد صلة الأرحام، وذلك حتى يحس الجميع فرحة العيد ويهنأ بيومه الميمون المبارك السعيد. ينبغي إظهار الفرح والتعبير عنه بالحال والمقال والفعل. يطلب من الإنسان المسلم في هذا اليوم ألا يظهر بمظهر الحزن والكآبة والتذمر والضجر وقتامة الوجه في هذا اليوم السعيد، حتى لا يفسد على الآخرين وعلى أفراد أسرته فرحتهم بالعيد، ويحرمهم من البهجة والسرور والتسلية ولذة الاحتفال ومتعة الإحساس بالسعادة في هذا اليوم السعيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بشر المسلمين، من الغايات الكبرى التي يأمر ديننا الحنيف بتحقيقها على مستوى المجتمع والأمة تجسيد وحدة الصف والكلمة وترسيخ أواصر الأخوة والتعاون والتآزر والتناصر، وذلك لما يترتب على ذلك من مصالح ومكاسب كبرى، من أبرزها استتباع الأمن والاستقرار والطمأنينة. إن من أجل نعم الله على الإنسان بعد نعمة التوحيد والإيمان نعمة الأمن والاستقرار والاطمئنان. وكلما أمعن الإنسان النظر في أوضاع الشعوب المضطربة يزداد اقتناعا بأهمية الأمن
ويدرك مدى النعمة التي يتفيأ ظلالها من يعيش في أمن واستقرار، ومدى الشقاء الذي يكابده من يعيش في ظروف غير آمنة. إن أسلوب المقارنة بين الأحوال والأوضاع الإنسانية من أجل الاعتبار وإدراك مدى النعمة التي يتقلب فيها من يعيش الأوضاع الحسنة المريحة، ومدى الشقاء الذي يصيب من يعيش عكسها، من أهم الأساليب التربوية التي انتهجها كتاب الله تعالى لترسيخ قيم نبيلة في القلوب والنفوس وبيان قيمتها وأهميتها. فحين تحدث عن نعمة الأمن والاستقرار والطمأنينة، امتن بذلك أولاً على عباده وذكره بأهميته وقيمته، ثم دعاه ثانياً إلى المقارنة بين الأحوال المضطربة غير المستقرة وبين الأحوال المستقرة الآمنة، ليدركوا بأنفسهم مدى نعمة الأمن التي امتن بها عليهم. يقول جل من قائل في شأن سكان مكة الذين يعيشون داخل الحرم المكي: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ويقول أيضا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقد ذكرهم بنعمة الأمن والاستقرار التي أنعم بها عليهم، دعاهم إلى مقارنة حالهم الآمنة المستقرة بحال من حوله من القبائل المجاورة التي كانت مضطربة لا يأمن فيها الإنسان على نفسه وعرضه وماله وأهله. ولقد كان الإنسان في المجتمع الجاهلي يعيش قلقاً واضطراباً لا يأمن على نفسه ولا على ماله وعرضه. كان القوي يأكل الضعيف، وكان من لا يقدر على الاعتداد والظلم يعتدى عليه ويظلم، كما قال شاعره: ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ثم جاء الإسلام وانتشر وتمكن من النفوس وزادت أحكامه وقيمه، تحرر الإنسان، تحرر من هذا الكابوس، كابوس القلق والاضطراب والخوف على النفس والعرض والمال والولد، وذاق طعم الأمن وتفيأ ظلاله. وبأهم أنواع الأمن، أنواع الأمن الذي يحصل به الاستقرار وتتحقق به السكينة للنفوس والقلوب: الأمن الروحي. الأمن الروحي الذي يوفره الحفاظ على التدين السليم المنضبط. إن أهل المغرب قد اختاروا في تدينهم اعتماد مذهب دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله في مجال العبادات والمعاملات، واختاروا مذهب أبي الحسن الأشعري في قضايا الاعتقاد، ومنهج الإمام الجنيد في التربية والسلوك. وقد صارت هذه الاختيارات تمثل ثوابت في تدين أهل المغرب، وقد تحقق في ظلها تحقق التعايش والاعتدال والتوسط والوحدة في الممارسة التدينية. لذلك لا بد من الحرص على الحفاظ عليها وعلى صيانتها وحمايتها من عوامل التشويش والتشكيك والتشغيل، ومن وسائل الحماية للممارسة التدينة المترجمة لمقتضيات هذه الثوابت: أولاً الحفاظ على الوحدة المذهبية التي توفر الاستقرار والاطمئنان اللذين بهما يتحقق الأمن العام. ولقد أدرك علماؤنا عبر العصور مدى أهمية الحفاظ على الوحدة المذهبية في استتباب الأمن العام. لذلك التزموا مذهب إمام دار الهجرة، التزموه في مجال الإفتاء. ثانياً انتهاج أسلوب التيسير والتبشير اعتماداً على قوله عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ثالثاً اعتماد خطاب الأمل والتفاؤل اقتداء بمنهج المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان يوصي بزرع روح الأمل والتفاؤل في النفوس في شدائد الأحوال، بل حتى لو قامت القيامة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. لذلك ينبغي لا نستغل بعض الأحوال لنشر ثقافة التيئيس، ينبغي المبادرة دوما إلى إشعال الشمعة بدل لعن الظلام. إن كثيرا من أشكال التطرف وأشكال
الرفض الاجتماعي والأمراض النفسية المؤلمة سببه الرئيس تبني خطاب التكييس. رابعاً، ترسيخ الاعتزاز بالقيم الإسلامية وبالانتماء الحضاري للأمة والجغرافي للوطن. خامساً، نبذ الإشاعات، الإشاعات التي تستهدف أعراض الناس وتمس الفضيلة في المجتمع وتمس المقدسات والثوابت، واستحضار قول الله تعالى دوما عند نقل أي خبر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقوله جل من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. صدق الله العظيم وصدق رسوله المصطفى الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا أكبر سواه، ولا معبود بحق غيره، كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، نبي الهدى والرحمة، وعيد بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وهادي من الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل بين الأولين والآخرين. معشر المؤمنين، مما يحصن الأمن الروحي الذي يعتبر الركيزة الأساس لاستثبات الأمن الاجتماعي العام، تفعيل العلاقات التراحمية التي تترجم فيها قيم التضامن والتكافل والتآزر والإيثار وغيرها من القيم المعبرة عن إحساس المرء بحاجة أخيه. وبمقدار اتساع دائرة العلاقة التراحمية بين فئات المجتمع، تزداد فرص التعايش والتفاهم والتعاون والتكافل والمحبة. ولذلك فإن سيادة جو التراحم، وذلك بأن سيادة جو التراحم في العلاقات الإنسانية يفضي إلى الانخراط العام في تفعيل مجال أداء الواجبات وفعل الإحسان والمعروف بغض النظر عما يترتب على ذلك من مكاسب حقوق شخصية مادية آنية. والمجتمع الإسلامي الذي يأخذ قيمه من الإسلام يفترض فيه أن تكون العلاقة بين أفراده مؤسسة على التراحم أكثر من التعاقد. يتفاعل مع قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك يجب ترسيخ هذه القيم المعبرة عن التراحم في نفوس الصغار والكبار، لتظل حاضرة في السلوك الفردي والجماعي، في علاقة الأبناء بالآباء، وفي العلاقات بين الأزواج، في العلاقات بين الجيران، وبين مختلف فئات المجتمع. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أمثال هذا العيد السعيد، ونحن متفيئون لظهور الأمن والاستقرار والوحدة والاتحاد. اللهم أدم علينا نعمة الأمن ونعمة الاستقرار. اللهم احفظنا في ديننا، احفظنا في وطننا، احفظنا في صحتنا، احفظنا في أولادنا وأهلينا، وبارك لنا فيما أعطيتنا ورزقتنا، بارك لنا في مدنا وفي صاعنا وفي زرعنا وضرعنا، وما لتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا،
واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس الكرب عن شعب فلسطين. اللهم كن له عونا وسندا ومعينا وظهيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ولي أمر هذا البلد الأمين جارة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، اللهم احفظه بحفظك المليء، استره بسترك الجميل. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وحقق على يديه الصلاح والنماء والرخاء للبلاد والعباد. احفظه اللهم في حله وترحاله، واحفظه في ولي عهده المحبوب الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عروض جلالته بسنوه الرشيد مولاي الرشيد، واحفظه في كافة أسرته الشريفة وفي كافة شعبه الوفي. تغمد الله برحمتك الواسعة ملكين الراحلين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسن الثاني، الله اغفرهما وتقبل منهما ما أسدياه من نفع لبلدهما وشعبهما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.